السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دفعه الثالثة ثانوي لسنه 2024 يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه وفي احسن حال وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم والعشر الاواخر والعيد ان شاء الله داخل علينا يا ربنا يا رب يقعد عليكم الايام بخير النهارده هنتكلم مع بعض الفيديو الواجب الثاني في الهيدروكربون ديريفاتيفز اللي كان بيتكلم عن الالكحولز وخاصة الايثانول بعد ما شفنا بقى الكيميكال وال واليوزز نقدر ان احنا بقى نشوف الاسئله اللي جايه عليهم عشان خاطر عياله عليها مهمه عليها درجات كتير جدا ركز فيها كويس جدا 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 وربنا يكرمك ان شاء الله وتوصل لاحسن مما تتمنى يلا بينا نبدا مع بعض فيديو حل الواجب الثاني. بالنسبه لأسايمنت 9 اول سؤال تشوز بيقول لحضرتك رياكشن بتوين الكحولز and organic acids in the presence of a dehydrating agent اتفقنا مع بعض ان اي كحول مع اي organic acid لازم يطلع ايستر ووتر فالرياكشن دي كنا بنسميها الاسترفيكيشن رياكشن وهي رياكشن تصنيع وتحضير الايسترز اتنين The alcohol which are very difficult to be oxidized الالكحول اللي صعب جدا تعمل له oxidation هو كان tertiary alcohol لأن الكاربينول بتاعته مش مسكف ولا اتش 3 the addition of water to alkene in the presence of phosphoric acid or sulfuric acid انك تحط ميه على الكين كان بيعمل لك الكحول الطريقه دي كنا بنسميها طريقه الكاتاليتيك هايدريشن لان هي كنا بنحط ميه في وجود كاتاليست 4 a mixture of ethanol and methanol and the biardine and some dyes الايثانول مع الميثانول مع البياردين وبعض الصبغات كان بيعمل لك السبيرتو الاحمر بيو ريد ال سبيرت او الكونفرتد الكحول فبالتالي نختار ام بي ار كوركت 5. The reaction between the alcohol and the acidified potassium permanganate, the alcohol with KMnO4 acidified, دي كنا بنعمل بيها عمليه oxidation فعشان كنا نسميها oxidation reaction ده كان oxidizing agent. 6. The ketone produced from the oxidation of 2 propanol, ال2 propanol ده لما كنا بنعمل له oxidation كان بيدينا الاسيتون، والاسيتون ده كنت تسميه اسيتون او 2 propanone فعشان كده الاجابه A وB تبقى صح فبالتالي نختار دي اللي هي AMBR correct. سبعة The reaction between alcohol and the concentrated sulfuric acid ال alcohol وال concentrated sulfuric acid كان بيسحب من الكحول الماء فكنا بنعمل عملية dehydration فعشان كده بنسميها catalytic dehydration وده كان التخصص بتاع ال concentrated sulfuric acid ان هو يسحب الماء من الكحول تمانية The type of alcohol which, which oxidizes is in one step الكحول اللي كان بيحصل له oxidation على خطوة واحدة هو دايما ال secondary alcohol لأن عنده H واحدة مرتبطة بالكربينول. تسعة The type of alcohol which is oxidized in two steps الكحول اللي بيتأكسد على خطوتين لازم يبقى primary alcohol لأن عنده اتشتين ماسكين في الكربينول 10 You can differentiate between ethanol اللي هو يعتبر primary alcohol and 2-methyl 2-propanol اللي ده بيعتبر tertiary alcohol

فعشان افرق ما بين سكندري وتيرشي نفس الكلام يا بوتاسيوم بيرمنجنيت يا بوتاسيوم دايكروميت فعشان كده السنه بوتاسيوم دايكروميت هو اصح اجاب 12 بيقولك ذا الكالين هيدروليسز اوف سي 3 اتش 7 بي المنظر ده لو عملت له عمليه الكالين هيدروليسز. هيطلع ايه برايمري بس ولا سكندري بس ولا برايمري وتيرشي ولا برايمري وسكندري بص هو احنا الثلاث كربونات دول لو عايز ارصهم ارصهم كده وممكن احط ب ار في الاول هنا واكمل الاتشات فلما اعمل له الالكلاين ده هيبقى برايمري ليه هيبقى برايمري لان البي ار دي هتتشال ويخش مكانها او اتش وفي اللحظه دي هيبقى الكاربينول ماسكه في اتشتين وادي ار كبيره فهيبقى برايمري وممكن نفس الكومباوند اللي هو تلات كربونات بس احط البي اريه هنا في النص وساعتها هنا يبقى H3 وهنا H3 وهنا H ولما اعمل له الكالاي هيدروليسز البي ار دي تتشال ويخش مكانها ال OH وساعتها الكاربينول تبقى مرتبطه ب H1 واتنين R وساعتها يبقى سكندري فالشكل ده طالما سي 3 h H7BR هو لا يبقى سكندري يبقى برايمري يستحيل يبقى ترشي ترشي اصلا اقل حاجه اربع كربونات فمستحيل يبقى ترشي فبالتالي هو يا برايمري يا سكندري فقط لا غير نيجي بعد كده للسؤال 13 في سؤال 13 بيقول لحضرتك All the following are isomers of glycerol except كل الحاجات الأتية تعتبر أيزومر للجليسرول ما عدا وبالراحة واحدة واحدة الجليسرول كان عبارة عن ثلاث كربونات فيهم ثلاث اوتشات OH بالمنظر ده والباقي اتشات بالمنظر ده فلو حضرتك جيت جمعت الكومباوند ده كده كله على بعضه هتلاقيه كالاتي هتلاقيه اولا سي 3 H8O3 ده بالنسبة لشكل هذا الكومباوند تمام؟ طيب لو سعادتك بقى جمعت كومباوند A إيه؟ هتلاقيه زي UC3H8O3 لو جمعت B هيبقى C3H8O3 ولو جمعت C هتلاقيه C3H8O3 إنما الوحيد اللي مختلف هو D ليه بقى؟ أصل دي لو جيت تجمعه هتلاقيه أدي C2 3 أدي C3 الإتشات بقى دي 1 2 3 4 5 6 يبقى H6 وأدي 3 أوهات أدي O3 هل ده زي ده؟ يستحيل فعشان كده الاجابه دي هي الوحيده اللي ما بتعملش ايزومر أربعة 14 الاكويتش اوف ذا فولوينج از دي دايهايدريك الكحول داي هايدريك يعني عنده 2 اه او اتش فطبعا عشان سعادتك تشوف 2 او اتش لازم تلاقيه الايثايلين جلايكول هو الوحيد اللي عنده 2 او اتش ومن عيله الالكحول اللي هو الايثايلين جلايكول اللي كان بيستخدم في الريداتير بتاع العربيه اللي هو كان منظره عامل كده كربونتين ومعاهم او اتشتين. كان بالمنظر ده اهو وده الايثايلين لايكل. نيجي بعد كده للسؤال رقم 15 بيقولك لك اوف ذا فالوينج ييلد اكيتن هيطلع لك كيتن لما اعمل له اوكسيديشن بص اللي يطلع كيتون لازم يبقى سكندري الكحول اتفقنا قبل كده ان السكندري هو اللي يطلع كيتون لما اعمل له عمليه الاوكسيديشن فلازم اختار كحول يبقى سكندري يعني الكربينول بتاعته تبقى ماسكه في اتش وارين تمام فاحنا هنبص على كل كربينول هنا الكربينول اهي اللي ادي سي او اتش مثلا ماسكه في اتش فوق واتش تحت اللي هم الاتش 2 ده كده برايمري يبقى ده ما ينفعش بص على الكربينول دي ادي الكربينول ادي سي او اتش والاتش دي طبعا طالع كده وهنا في سي اتش 3 وهنا سي 2 اتش 5 اهو ده سيكندري فده يطلع لك كيتون على طول نظرا ان هو سيكندري الكو فده هو اللي لازم هيطلع كيتون لان ده سيكندري 16 لو عندي داي ايثايل ايثر can be distinguished from ethyl alcohol by its reaction with mean السؤال ده يمكن مرتبط بعيلة الالكحول لكن يجبنا لأول حصة خدناها في الأورجانيك خالص قلت لك أنت لو عندك إيثايل الكحول وارجع للاسون 1 وعندك داي إيثايل إيثر الاثنين ليهم نفس الموليكيول بس مختلفين في الاستراكشر يعتبروا أيزومرز يعني فعشان نفرق بينهم كنا بنستخدم الصوديوم. ليه؟ أصل الصوديوم يتفاعل مع الإيثايل الكحول ولا يتفاعل مع الداي إيثايل إيثر فبالتالي يبقى ساعتها هيتفاعل مع واحد ومش هيتفاعل مع التاني يعرف فرق ما بين الاتنين فعشان كده نختار الاجابه اي هي الصوديوم 17 بيقول لك ان الكحول اون اوكسيديشن برودوس ا كيتون يبقى ده سكن يبدئي وذ ذا سيم نمبر اوف كاربون اتوم وان ذا كيتون از اوكسيدايز ات ان اسيد وذ ا فيور نمبر اوف كربون اتوم ذا الكحول كود بي اي مبدئيا كده هو الراجل بيحاول يسوحك وانت المنطقه البسيطه اللي في الدنيا ملك كحول اللي حصل له اوكسيديشن ادانا كيتون خلاص بنفس عدد الكربونز بتاعت الالكولز والكيتون ده لما عملت له اوكسيديشن ادانا اسيد ماشي مش ده حواري خالص بيقول لك الالكحول ده بقى يعتبر ايه برايمري ولا سكندري ولا تيرشي وعشان يحصل له اوكسيديشن اصلا ويطلع كيتون لازم يبقى سكندري فبالتالي سعادتك تختار الاجابه سكندري اللي هي الاجابه ب. 18 which of the following pairs of compound are ketone mean في الحاجات الاتيه يعتبر كيتون الاجابه الوحيده اللي انتوا خدتوها او الحاجه الوحيده اللي تعرفوها هو الاسيتون فهنختار الاسيتون والحاجه اللي معاه فاسيتون وفركتوز يعتبروا الاثنين كيتون وهناخد الفركتوز ونعرف ازاي هو شكله كيتون بالظبط 19 which statement about ethanol is correct مين من الحاجات الاتيه عن الايثانول تعتبر حاجه صح وبالراحه بقى كده واحده واحده بيقولك لك like it's prepared from ethanoic acid by oxidation والله اللي انا اعرفه عن الايثانول ان هو بيتحضر عن طريق الايثانويك اسيد باي لا وانا اجيب الايثانول من الايثانوك اسيد لما اعمل له اكسريشن لا دي اجابه غلط It's ذا كاربينول جروب ان اتس اتاتش تو الكاربينول اللي جواه ماسكه في لا هي ماسكه في ميثايل اصل انت لو رجيت ترسم الايثانول اهو فهتلاقي ان الكاربينول بتاعته اللي هي بالمنظر ده اهي ماسكه في سي اتش 3 يعني ماسكه في ميثايل فده كان ما ينفعش It's prepared by catalytic hydration of ethene. اه بيتحضر عن طريق catalytic hydration of ethene. هات الإيثين حط عليه ميه يديك ايثانول على طول ودي الحاجه الوحيده الصح. 20 بقى واحده واحده كده. بيقول لك لو عندي هكسان عملتله عمليه اسمها اكس اداني ايثين. ومسكت الايثين ده عملتله عمليه اسمها واي اداني ايثانول. والايثانول ده عملت له عمليه اسمها زد اداني كربون دايكسيد ووتر فيبر. فبالراحه بقى كده واحده واحده. الاول اصلا هو الهكسان عشان يدينا ايثين الهكسان ده عنده ست كربونات عشان يدينا ايثين اللي هو سي 2 لازم يتكسر الاول فلازم اعمل له عمليه ثيرمال كاتاليتيك كراكنج فكده كده هعمل عمليه تكسير في البدايه فعشان كده الاجابه يا إيه بي هي الصح سي ودي هستبعده لان كده كده عمليه اكس دي ثيرمال كاتاليتيك كراك الايثين عشان يتحول لايثانول لازم احط عليه ميه يا لازم اعمل كاتاليتيك هايدريشن فبالتالي لازم اختار الاجابه بي بقى في اللحظه دي لان هي اللي حصل فيها ثيرمال كاتاليتيك كراكنج وبعدين هيحصل هايدريشن وفي الاخر بقى كومبوستشن اولع في الايثانول يديني فعلا كربون دايكسيد ووتر فيبر وده اي اورجانيك كومباوند بولع فيه لازم يديني الكربون دايكسيد والووتر فيبر وده بالنسبه لسؤال رقم 20 21 بيقول لك ايثانول رياكت وذ مين تو فورم ا كومباوند كونتين ان ايونيك كومباوند الايثانول يتفاعل مع مين يديني كومباوند فيه ايونيك بوند تعال نشوف والله الايثانول مع الهيدروكلوريك اسيد بيديك ايثايل كلوريد الايثانول مع الصوديوم هيدروكسيد لا يتفاعل اصلا الايثانول مع الصوديوم ميتال كان بيدينا سي2 h 5 او ان وعلى فكره بقى ال دي تعتبر بوزيتيف والجزء ده كله يعتبر نيجاتيف وده بيسموه صوديوم ايثانويت او صوديوم ايثوكسيد وده بيعتبروها ايونيك بوند نتيجه ان فيها سوديوم بوزيتيف وايسانويت نيجاتيف فهي رياكشن مع السوديوم ميتال الوحيده اللي تديك حاجه بوزيتيف وحاجه نيجاتيف 22 بيقول لحضرتك ذا كومباوند ويتش فورم فورمد باي ادينج ووتر تو سوديوم اسوكسيد ذن ادينج اسيتيك اسيد تو ذا برودكت اذا ايه لا بالراحه على بقى لما احط ميه على السوديوم اسوكسيد بيرجع ايسانول تاني الايثانول ده بقى لما احط عليه اسيتيك اسيد acid لازم يديني ايستر لان هو اسيد زائد الكحول هيديك ايستر اكيد ووتر من احلى الاسئله على فكره وخلي بالكم منه سؤال 23 بيقول لك وان ادنج when ذا تو when اللي هو البروبانول والاتش اي react together زي produce ايه الرياكشن دي خدنا زيها بالظبط وعرفنا ان الاو OH بتاخد بتاخد الاتش تطلع في صوره ميه وبعدين الاي بتنط مكانها فهيديك ثلاث كربونات وفي النهاية في أي هنا فبالتالي سعادتك لازم تختار الإجابة اللي فيها مية ومعاها هذا الكومباوند اللي هي بالنسبة لكم تمثل الإجابة بي هي أصح إجابة لسؤال رقم 23 نيجي بعد كده لسؤال 24 بيقولك is not oxidized easily by acidified potassium dichromate اللي ما بيحصلوش أكسدة هو التيرشري الكحول فبالتالي لازم أختار الكحول ترشري الوحيد اللي تيرشري في دول هو الاجابه سي اشمعنى سي اقول لك اصل انت لو جيت رسمته هتلاقي سي او اتش وبعدين بقى سي اتش 3 هنا وسي اتش 3 هنا وسي اتش 3 هنا وده يعتبر ترشري مليون في الميه فعشان كده ده انا مش هيحصل له اوكسريشن طيب نيجي بعد كده لسؤال 25 الراجل حط لك ايثانول في النص وبعدين من اكس طلع لك اسيتك اسيد ومن واي طلع لك الداي ايثايل ايثر وبيقول بيقول لحضرتك in the previous scheme process x represent the mean reaction while process y represent the mean reaction والله انا عشان احول ايثانول لاسيتيك اسيد لازم اعمل اوكسيديشن انما نفس الايثانول عشان اخليه داي إيثيل ايثر لازم اعمل كاتاليتيك دي فسعادتك لازم تختار اوكسيديشن ودي هايدريشن. اللي هي الاجابه سي نيجي بقى لسؤال 26 ومن احلى الاسئله ومن اكتر الاسئله اللي فيها افكار حلوه جدا بيقول لك انا عندي مبدئيا الكحول جي اسمه جي خلاص is oxidized by acidified potassium dichromate forming acid H طلع أسر اسمه إيه H يبقى أنا لو عندي ألكحول اسمه G ده هيبقى أكيد primary ألكحول وطلع لي اسيد اسمه H ماشي when alcohol G react with acid H الإيستر اللي هيطلع هيبقى إيه وبالراحة بقى كده واحدة واحدة وخليك معي دلوقتي أنا الألكحول اللي هعمل له أوكسيدشن هيديني أسيد عنده نفس عدد الكربونز، لأن أنا لما كنت بديه لما كنت بعمل الأوكسيدشن للإيثانول كان بيديني الاسيتيك أسيد، فهرجع بقى آخد الاسيتيك أسيد أعمل له رياكشن مع الألكحول مرة تانية، فبالتالي هيديني إيستر، الإيستر اللي هيتكون ده هيكون متساوي الكربونز في الناحيتين، بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لو جيت بصيت على الإيستر ده وقسعته كده نصين هل نصه اليمين هيبقى زي نصه الشمال الاجابه لا ليه لان هو مش متكون من نفس الحاجة طب الايستر ده هل نصه اليمين زي نصه الشمال لا هنا اربع كربونات وهنا كربونتين لا طب الايستر ده نصه اليمين زي نصه الشمال اه الراجل ده عباره عن ثلاث كربونات الناحيه دي وثلاث كربونات برضو الناحيه دي فهيكون من نفس الكومباوند فعشان كده في سؤال 26 الاجابه سي الوحيده هي تبقى الصح وتعالى كده بالراحه واحده واحده دلوقتي انا عندي الكحول جي الالكحول ده بالمنظر بتاع الايستر اللي انا شايفه ده تعال نفترض ان هو البروبانول خلاص ادي البروبانول اهو فالبروبانول ده لما هتعمل له هيديك البروبانويك اسيد اهو سي او او اتش ده البروبانويك اسيد بيقول لك بقى انا هاخد البروبانويك اسيد ده بعد عمليه الأكسيريشن احطه على نفس الكحول اللي انا كان معايا في البدايه اللي هو الكحول ده طيب ادي الكحول ادي الكحول يا سيدي عنده التلات كربونات بتوعه ومعاه ال OH وهنخليه يتفاعل مع ال CH3CH2COOH اللي هو البروبان وكاسيد فده اسيد هيتفاعل مع الكحول وطبعا هنا في ال H2 وهنا في H2 وهنا في H3 فاتفقنا مع بعض ان دايما اسيد زائد الكحول يديك ايستر ووتر فادي الكحول وادي الاسيد هيطلع لك ايستر ووتر الايستر بيطلع ازاي بناخد الاتش من الكحول وبناخد الاو اتش من الاسيد ونطلع الميه وبعدين نجمع الايستر فبالراحه بقى كده ونكتب الايستر واحده واحده من هنا الجزء اللي اتبقى هنا اهو اهو والجزء اللي اتبقى هنا اهو اهو فنبدا بكتابه الاسيد عندك ch 3 مع ch 2 اللي هي c 2 h 5 وبعدين CO وبعدين ده اتشال وده اتشال، وبعدين يتبقى الـ OD اهي تلزق في الأختها، وبعدين السي 3 إتش 7 اهو. ويبقى كده لو سعادتك شفت الايستر هتلاقي نصه اليمين زي نصه الشمال نتيجة إن هنا عنده ثلاث كربونات وهنا كمان ثلاث كربونات بالمنظر ده. وعشان كده أصح إجابة تبقى الإجابة سي لأن هي الايستر اللي اتكون كان ما بين أسيد وألكو عندهم نفس عدد الكربونات نتيجة إن الكحول هو اللي عمل تفاعل مرتين مع الأسيد.

وبعدين لازم يبقى الكين عنده نفس عدد الكربونات اللي عندي ما عنده ثلاث كربونات الكحول ده فلازم يبقى الكين عنده ثلاث كربونات فمبدئيا اجابه دي ما تنفعش لان ده اصلا اسيد واجابه سي كمان ما تنفعش لان ده الكان بالمناسبه كلهم سنجل بونز لو جربت ترسمه فاللي ممكن يبقى الكين هي الاجابه يا ايه بي بس لو خدت بالك بي عنده اربع كربونات وايه عنده ثلاث كربونات بس فبالتالي ايه هي تبقى اصح اجابه وعلى فكره ايه ده الكين وممكن ارسمه لك واوريه لك هيبقى عامل كده ادي سي ماسك سي ماسك سي هنا في دبل بوند معانا هنا اتشتين ومعانا هنا اتشايه واحده وهنا التلات اتشات الراجل ده بمنتهى البساطه اللي في الدنيا لو جيت تحط عليه ميه اللي هي الاتش او اتش فبديهي وطبيعي الباي بوند هتتكسر واتش الناحيه دي واتش الناحيه دي فهيطلع لك هذا الكحول بمنتهى البساطه اللي في الدنيا بقى لو ساعتك جمعت الموليكيولار فورم بتاعت الكحول ده هتلاقيه سي 3. H8O زي ما الراجل بيقول وده الالكين الوحيد اللي ينفع جه بعد كده في سؤال 28 بيقول لك مين تشينج ذا اورنج كلر اوف بوتاسيوم dichromate انتو جرين يعني من الاخر لازم يبقى حاجه يحصل لها اوكسيديشن فمبدئيا كده الكومباوند ده ايثر ما بيحصلوش اوكسيديشن ادي او على يمينها ار وشمالها ار الكومباوند ده يعتبر برايمري الكحول ادي الكربينول اهي ماسكه في اتش 2 زي ما انت شايف فينفع يحصل له فعلا عمليه الاكسريشن ويحول اللون انما اللي, بعدي اللي بعديه الكان واللي بعديه اسيد دول برضه يحصل لهمش اكسريشن 29 بوتاسيوم دايكروميت سوليوشن ويز كونسنتريتد سلفوريك اسيد از يوز تو ديتكت اول اوف ذا فولوينج اكسبت هو بيقدر يكشف عن الحاجات الاتيه كلها ما عدا حاجه وبالراحه كده واحده واحده البوتاسيوم دايكروميت اللي هو ال K2CR2O7 مع الكونسنتريت سلفوريك اسيد بيكشف عن الحاجات الاتيه ما عدا حاجه لو سعادتك تفتكر معايا من زمان كان بيكشف على الاس او 2 في تشابتر 2 زمان وبيكشف على الايثانول بيعمل له اوكسيديشن والديهايد بيعمل له اوكسيديشن انما الكربون دايكسايد ملوش دعوه خالص بالقصه دي لي ولا ليه اي علاقه بيه وبناء عليه الكربون دايكسايد هو الوحيد اللي مش هيشتغل مع الدايكروميت A police officer will use a balloon with a tube of silica gel wetted by it to know the drunk is driver. لو عايزين بوليس يستخدم بالونة فيها السيليكا جل تيوب يحط فيها ايه عشان يكشف عن السوائل اللي شارب خمره لازم يحط يا اسري فاي بوتاسيوم دايكروميت يا اسري بوتاسيوم بيرمنجنيت والاجابه ايه هي الوحيده اللي تنفع معانا 31 ميثانول از ادد تو ايثانول بيكوز الميثانول بيتحط ليه اصله بيعمل مادنس وبلايندنس وبناء عليه نختار الاجابه دي 32 تو ميك ايثانول هاز ا باد اودر عشان يبقى ليه ريحه وحشه جدا ويوز ايه ويوز البيوردين البيوردين ريحته سيئه جدا 33 Which of the following compounds will give butanone on oxidation by uh, alkaline KMnO4? Uh, butanone ده كيتون بالمناسبة وعشان uh, نصنع كيتون عن طريق الاوكسيديشن لازم عندي سيكندري الكحول فساعدتك لو جيت حسبت البيوتانون ده كيتون uh, عنده اربع كربونات يبقى اجيبه برضو من كحول عنده اربع كربونات فابدايا بروبانول uh, مرفوضه وبالتالي اولد previous مرفوض يعني يا 1 بيوتانول يا 2 بيوتانول لو رسمت ال1 بيوتانول وال2 بيوتانول لازم تختار ال2 بيوتانول اشمعنى اصل ال2 بيوتانول هو اللي سكندري الكحول فالراجل ده هنختاره عشان هو سكندري فهو اللي يقدر يدينا الكيتون اللي احنا عايزينه وعلى فكره رسمته اهي ادي اربع كربونات لو رقمنا 1 2 3 4 وال2 بيوتانول يعني ال OH هنا هنا بقى H3 وهنا H2 وهنا H وهنا H3 ده بالتالي هتلاقيه سكندري لان الكاربينول اهي ماسكه في اتش واحد فعشان كده نختار الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه نيجي بعد كده لسؤال 34 بيقول لك which the following is using the preparation of ketone مين من الحاجات الاتيه نصنع بيها الكيتون oxidation اوف سكندري الكحول صح مليون في الميه انك تعمل اوكسيديشن لسكندري الكحول يحضر لك كيتون على طول 35 ان الديهايد جروب كان بي بريزنت ايه الالديهايد جروب اللي هي عباره عن سي دبل بوند او ماسكه في اتش على فكره الالديهايد جروب دي دايما بتبقى في طرف الكومباوند لو لاحظت اي الديهايد هناخده لازم تلاقي العلامة دي في طرف الكومباوند يقولك in between carbon chain لازم تبقى بين الكربون السلسله بتاعت الكربون ده يستحيل هي دايما تبقى في الطرف at any position in carbon atom لا مينفعش تبقى في اي مكان كده في الكربون تشين only at the end of the carbon chain لازم تبقى دايما في نهايه الكربون تشين وهذه فعلا الإجابة الواحدة الصحيحة وهنا ما يقصدش كاربون أتوم هنا يقصد كاربون اتشين مش كربون أتوم أكيد هذا آه سكن كاربون أتوم لا آه طبعا بعدين نيجي لسؤال 36 بيقول لك which of the one of the following oxidation give a ketone مين في دول اللي نعمل له oxidation يدينا كيتون لازم قلتها قبل كده يبقى secondary alcohol السؤال ده اتكرر قبل كده وشفناه قبل كده طيب نيجي بعد كده ل 37 فورميشن من الداي ايثايل ايثر عايزين نعمل داي ايثايل ايثر من الايثانول ده معتمد على رياكشن اسمها ايه؟ ديهايدريشن ولا دي هايدروجينيشن ولا هايدروجينيشن ولا هيتيروليك هيتيرولاتيك فيجن طبعا انا عشان احول الايثانول اجيب منه داي ايثايل لازم اسحب منه الميه فهعمل ديهايدريشن رياكشن ودي رياكشن سحب الميه 38 Drinking alcohol is very harmful and it's ruin the health. بتضر بصحة. Drinking alcohol stands for. إنك تشرب كحول ده معتمد على شرب إيه أو دائما بتيجي فكرة شرب إيه. drinking methyl الكحول لا ما الميثانول احنا بنشرب دايما الايثانول وده اكتر كحول منتشر في الدرينكينج ليكويدز آه نيجي بعد كده ل 39 ايثايل الكحول exhibit اسيديك كاركتر اون reacting ات وذ ايه الكحول بيوريك تفاعلات الاسيدز او بيتصرف زي الاسيدز في التفاعلات مع مين تفاعلات مع الصوديوم ميتال ليه لان اتفقنا ان اي اسيد في الدنيا سي مثلا اليكون سي اتش 3 COOH لو تيجي تحط عليه ان ايه اللي بيحصل الصوديوم مثلا بينط مكان الاتش ويطلع لك اتش جاز بره وهكذا فالكحول اتصرف نفس التصرف مع الصوديوم فلما كنت بتحط عليه ان ايه كانت برضو ال ايه بتنط مكان الاتش فكنا برضو بنطلع الهيدروجين جاز بره فاعتبروا ان الكحول بيتفاعل زي الاسيدز في تفاعله مع الميتالز وعشان كده نختار الاجابه بيه هي اصح اجابه 40 وان ethyl alcohol reacts with acetic acid ذا produced فور ار بيقول لك لما الكحول يتفاعل مع الاسيد لازم يطلع ايستر ووتر اللي كان اسمه ايسايل اسيتيت ايستر ومعاه ميه اللي هي الاجابه بي نيجي بعد كده ال 41 بيقول له which of the following is an example of unsymmetrical ether unsymmetrical ether يعني إيثر نصه اليمين مش زي نصه الشمال فالواضح الوحيد هو الاجابه سي ده unsymmetrical ether نصه اليمين غير نصه الشمال يعني الار اللي ماسكه هنا غير الار اللي ماسكه هنا 42 The best method for conversion of an alcohol into alkyl chloride هحول كحول لالكيل كلوريد يعني ميثايل كلوريد ايثايل كلوريد is treating the alcohol with mean كنا لازم نعمل رياكشن للكحول مع ال HCl في وجود الزنك 2 كلوريد ودي كانت واضحه جدا في هذا الرياكشن C2H5OH احط عليه HCl في اللحظه دي ال H مع ال OH بتطلع ميه والسي ال كانت بتركب مكانها فيديك السي 2 اتش 5 سي ال اللي هو الايثايل كلورايد اللي كنا بنتكلم عليه نيجي بعد كده لل 43 بالراحه واحده واحده بيقول لك 3 هيدروكربون دريفاتيف اكس واي وزد دول ثلاثه دريفاتيفز خلاص بيقول لك اكس كان بي اوكسيدايز اند ريديوسد ينفع اعمل له اوكسيديشن وينفع اعمل له ريدكشن طيب واي از ان ايزومر فور الكحول واي هو شكل تاني من اشكال الالكولز طيب يعتبر ايزومر للالكحول Z is produced from the reaction of acid الكحول طيب اللي كان بيطلع من الاسيد والالكحول هو لازم يبقى ايستر كده كده فتعالى واحده واحده كده اكس ينفع اعمل له وينفع اعمل له ريدكشن طيب ايه لو اخترنا الديهايد الالديهايد بيحصل له اكسيريشن فعلا وبيديك اسيد وبيحصل له ريدكشن فعلا ويديك الكحول واي ده يبقى ايثر الايثر يعتبر ايزومر للكحول طبعا مليون في الميه لان الاثنين شبه ليهم نفس الموليكيولر فورمولا فبالتالي كنا قلنا قبل كده ان الداي ايثايل ايثر لو تفتكر اللي هو سي اتش 3 او سي اتش 3 ده ايثر والكحول اللي كان سي 2 اتش 5 او اتش فالاثنين بيبقى ليهم نفس الموليكيولر فورمولا بس يختلفوا في الاستراكشر فورمولا لو تفتكر خدناهم في اول حصه كان الاثنين سي 2 اتش 6 او فالاثنين يعتبروا فعلا ايزومر لبعض فبالتالي اختار الاجابه ايه طيب ليه بي ليه بي مثلا ما تنفعش الكيتون ما بيحصلوش على فكره أكسديشن يحصل له ريدكشن ماشي ما يحصلوش اوكسيديشن الالديهايد يحصل له الاثنين وبعدين زد يبقى ايثر لا زد دي مش ايثر زد دي كده كده ايستر اكس يبقى كحول الكحول يحصل له أكسديشن ما يحصلوش ريدكشن للاسف طيب نيجي بعد كده لسؤال 44 <applause> بيقول لحضرتك ذا موليكيولر فورمولا c 5 h 10 او اكسبريس ايه السي 2 C5H10O ده يعبر عن ايه؟ وبالراحة بقى كده واحدة واحدة. طيب يعبر عن ايثايل بروبايل ايثر ايثايل وبروبايل ايثر ما هو ايثايل يعني C2H5 وبروبايل يعني C3H7 وطالما ايثر هيبقى فيه او في النص فلو C2H5 ادي C5 وبعدين الاتشات خمسة وسبعة يبقوا 13 يبقى ده ما ينفعش. يبقى ايثايل بروبايل ايثر دي ما تنفعنيش طيب بيوتان أسد بيوت يعني أربعة كربون ما ينفعنيش بنتان ويك اسيد هو اولا الاسيد بيبقى فيه سي او او اتش فده برضه ما ينفعش انت عندك او واحد الوحيد بقى اللي ينفع تو ميثايل بيوتانال وبنتانون هي دي الاجابه الوحيده اللي هتنفع بالاستبعاد وتعالى نرسم بيقول لك تو ميثايل بيوتانال طيب بيوتانال يعني اربع كربونات وفي علامه الالديهايد كده في الاخر وبعدين ادي واحد اثنين ثلاثة اربعه 2 ميثايل يعني هنا في سي اتش 3 لو كملت بقى سعادتك الاتشات وجمعت الراجل ده هتلاقيه فعلا سي 5 اتش 10 او وبنتانون بنتانون يعني خمس كربونات وفيهم دبل بوند او كده في اي حته فبالتالي لو كده جمعت الاتشات هتلاقي برضو نفس الكلام بالظبط الراجل ده يعتبر سي 5 اتش 10 او فبالتالي دول الاثنين اللي يقدروا يمثلوا لحضرتك هذا الكومباوند جه بعد كده في سؤال 45 وده السؤال آه اللي قبله بالاخير بيقول لحضرتك 3 hydrocarbons hydrocarbons اه A و B و C that are characterized by A ده organic solvent بيدوب الحاجات الاورجانيك بي بيستخدم to prepare a gas in Medrix furnace بيحضر جاز في Medrix furnace ماشي اللي كان بيحضر الجاز في Medrix furnace هو الميثان. is prepared by removing water from tertiary alcohol اللي اللي طلع اللي بيتحضر عن طريق انك تشيل ميه من ترش الكحول، اولا انا لو جبت كحول شلت منه ميه لازم يديني الكين كده كده. فكده كده سيدا الكين ما فيهاش هزار لان الكحول شيل منه ميه يتحول على طول لالكين. فعشان كده انا هستبعد اولا بس الاجابه ايه والاجابه دي لان هنا بيتكلم في الكان وهنا بيتكلم في ايثر دي ما ينفعناش. هو بيتكلم في الكين والكين هو لازم يبقى الكين كده كده لان الشير من الكحول لازم يديك الكين طيب نختار بي ولا سي هو برانشد الكين ولا ام برانشد الكين وبعدين بقى هنعرف منين تعال نشوف مثلا بي يقول لك هو ميثان ولا ايثين لا احنا خدنا الميثان الميثان هو اللي بيستخدم في تحضير الووتر جاز ان ميدريكس فعشان كده لازم اختار الاجابه اللي فيها ميثان وبناء عليه اختار الاجابه بي طبعا البنزن أورجانيك سولفنت مليون في المية بداه الاويل والفاتس والحاجات دي كلها. عشان كده نختار الإجابة بي. نيجي بعد كده لسؤال 46 بيقول لحضرتك Alkaline hydrolysis for primary alkyl halide لما نعمل له عملية Alkaline hydrolysis لعملية الجوكر for compound A يدينا compound A. ولما أعمل Alkaline hydrolysis برضه للسكندري alkyl halide يدينا compound B. طب بص هي عملية alkaline hydrolysis دايماً بتطلع كحول. دايماً بتطلع كحول. فلو الكومباوند برايمري لازم يطلع كحول برايمري ولو الكومباوند سكندري لازم يطلع كحول سكندري قلنا بيطلع نفس الشكل بتاع الكومباوند فده لازم يبقى برايمري الكحول وده لازم يبقى سكندري الكحول فلازم اختار الاجابه اللي فيها ايه برايمري الكحول وبي هو سكندري الكحول فساعدتك لو بصيت على الاجابات كلها هتلاقي الاجابه دي بس هي اللي تنفع عليه لان فعلا كومباوند ايه ده يعتبر برايمري وكومباوند بي يعتبر سكندري تعال نرسمهم سوا ما تقلقش ايه مثلا هو 2 مي 1 بروبانول بروبانول يعني ثلاث كربونات 1 2 3 1 بروبانول يعني في او اتش هنا 2 مي يعني في سي اتش 3 هنا هو كده تكمل الاتشات هتلاقي ده برايمري غصبن عن عينك كله ليه بقى مستر برايمري ما هو يا ابني الكاربنول بتاعته ماسكه في اتشتين يبقى الراجل ده برايمري غصبن عن عينك ولو رسمت طبعا التوبوتانول هتلاقيه سكندري وهو التوبوتانول اهو اربع كربونات اللي هو كومباوند بي بس اربع كربونات مترقب مثلا واحد اتنين ثلاثة اربعه تو يعني هنا الاو اتش -OH. وبناء عليه كملت الاتشات هتلاقي الراجل ده سكندري مليون في الميه وده سكندري الكحول هتقولي ليه سكندري يقول لك اصل الكربون بتاعته اهي ماسكه في اتش وار فلازم يبقى فلازم اختار الاجابه دي هي اصح اجابه لهذا السؤال اخر سؤال في التشوز بيقول لك 47 زي موليكيول فورمولا سي 4 اتش 8 او ده اكسبريس مين طيب اولا هل آه هو اكسبريس بيوتانويك آه اسيد طبعا الاسيد لازم يكون فيه اكسجينتين لو السي او اتش فطبعا دي مستبعده اللي فيها اسيد دي مستبعده طيب 2 ميثايل بروبانول ولا بيوت أو أو ولا بيوتانول وبيوتانون طيب بالراحه بس كده علينا 2 ميثايل بروبانيل ولا بي بيو طيب تعالى نرسم مع بعض 2 ميثايل بروبانيل بروبانيل يعني ثلاث كربونات وادي علامه الالدهيد اهي وبعدين 2 ميثايل يعني قلنا 1 2 3 نحط ال CH3 هنا كمل بقى الاتشات لو سعادتك مسكت الكومباوند ده وكملت له الاتشات بتاعته وجمعته كده على بعضه هتلاقيه سي 4 وهنا اتش 3 واتش 3 واتش 2 يبقى كده سي 4 اتش 8 وبعدين او فهو تو ميثايل تمام بيوتانون يعني عنده أربع كربونات وفيها دبل بوند أو لو جمعت سعادتك كده الإتشات فده هيطلع سي فور إتش إيت أو فده كمان ينفع مع حضرتك فيطلع تو ميثايل بروبانول وبيوتانون كمان ينفع ما عندوش أي مشكلة فسبعة 47 الإجابة بيه هي الصح طب ليه ما ينفعش بيوتانول وبيوتانول اصل بيوتانول عشان يبقى بيوتانول لازم يبقى عنده اربع كربونات وسي مثلا هنا في او اتش لو جيت تكمل بقى الاتشات هنا اتش2 هنا اتش2 هنا وهنا اتش2 وهنا اتش3 لو جمعتها هتلاقيه سي4 لازم يبقى اتش9 او وكمان مع او OH اتش فبالتالي يبقى سي4 اتش10 او ده البيوتانول فعشان كده ما ينفعش كمان يبقى بيوتانول فبالتالي الاجابه الوحيده الصح هي الاجابه ب مليون في الميه وبعدين يجي بقى أسئلة التو والفولس طبعا أسئلة عبيطة جدا آه وبيقولوا حضرتك مثلا الكحول هاز ويك اسيدك بروبرتي بيكوز ات رياكت ويز اكتف ميتال اند هيدروجين جاز فعلا هو بيتصرف زي الاسيدز نتيجة انه بيتفاعل مع الصوديوم ميتال مثلا بولر كوفيلان بوند ما بين الاكسجين والهيدروجين ان هيدروكسايد جروب الكحول از ويك البوند اللي ما بين الاو وما بين الاتش اللي جوه الهيدروكسيد جروب ضعيفة لا طبعا لان انا قلت لك ان الاو والاتش اللي جوه الكحول H تبقى بوزيتيف والاو تبقى نيجاتيف في بينهم اتراكشن في البوند مش ضعيفه خالص بوند قويه ففول طبعا صوديوم إيسوكسيد إذا ا وايت جيلاتينيس لا هو وايت بس مش جيلاتينيس ولا حاجه السؤال بعد كده رقم أربعة بيقول حياتك سوديوم إيسوكسيد كان دي سولف react with water to produce برودوس ايسايل الكحول اه هو السوديوم إيسوكسيد كان بيدوب في الميه فعلا وبيديك ايسايل الكحول عادي جدا ودي رياكشن شفناها فبالتالي الاجابه في رقم أربعة تبقى ترو 5 أكسجين أتم of water molecule which is produced from esterification reaction come from the alcohol الأكسجين أتم بتاعة المية اللي بتحصل في عملية esterification جاي من الكحول إجابة لا طبعا جاي من دايما جاي من الأسد الأكسجين بتاعة المية كانت دايما بتيجي من الأسد وده أثبتناه بموضوع الأيزوتوبس اللي شرحناه وإحنا بنشرح esterification reaction وطبعا بعيد بقى ال true or false أسئلة كلها عبيطة جدا تقدر أنت تدردش فيها نيجي بعد كده ل question 3 معلش هو بس كان في غلطة في الهات ال ال بتاع السؤال الكلام المكتوب ده مش صح هو السؤال العنوان بتاعه هاو تو اوبتين يعني ازاي تحصل على كذا من كذا فمثلا لو عايز تحصل على الصوديوم اسوكسيد فروم ايثين الصوديوم اسوكسيد بيجي من الايثانول فالاول أجيب الايثين احط عليه الميه يديني الايثانول وطبعا دي باستخدام الدايليوتد اتش تو اس او في درجة حرارة مية وعشرة وبعدين بقى اخد يا سيدي الايثانول مفيش مشكلة خالص احط عليه صوديوم فيديني بقى على طول الصوديوم اس ومع ومعاه الهيدروجين يبقى انت كده عملت الاول انك حطيت مية وبعدين حطيت الصوديوم عايز إيسايل كلورايد فروم سكروز طبعا انت عارف ان السكروز سي 12 اتش 22 او 11 الاول بنحطه في شوية مية فبيتقسم لجلوكوز وفراكتوز سي 6 اتش 12 او 6 زائد سي 6 اتش 12 او 6 واحد كان جلوكوز والتاني فراكتوز بناخد مثلا الجلوكوز هو اللي بناخده سي 6 اتش 12 او 6 وبعمل له عملية الفرمنتيشن بالزيميز انزيمز فبيديني الايثانول ومعاه شوية كربون دايوكسيد ولو تفتكر بقى الايثانول كنا بناخده عشان نجيب ايثايل كلورايد احط عليه ال في وجود الزنك تو كلورايد از فساعتها ال مع ال OH تطلع لك ميه وبناء عليه ال Cl تخش مكانها فيديك C2H5Cl انت بس الفكره في الاسئله اللي زي دي لازم تعرف تبدا منين وعايز تنتهي فين وازاي توصلهم لبعض وكل الرياكشنز اللي موجوده موجوده عن حضرتك في الكتاب موجوده حضرتك في المنهج تقدر تطلعها عادي جدا بما انه الرياكشنز موجوده معاك في الامتحان وكذلك بقى في كل الـ 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 الاسئله بتاعه الهاو تو اوبتين بنفس السيكونس وبنفس الطريقه بالظبط موجوده كلها عند حضراتكم في البي دي اف وبكده انتهى معانا اساينمنت 9 تعالى بقى نبدا اساينمنت 10 نبدأ مع بعض assignment 10 وده الاسايمنت اللي كان بيتكلم على الداي والتراي والبولي هايدريك الكحولز وكمان كان بيتكلم عن الفينولز أول سؤال بيقوله حياتك A polymer used in preparing the dacron fibers والphotographic film والكاسيت tape طبعا ده كان البولي إيثيلين اللي هو كانوا بيقولوا عليه شباب ال PEG اتنين substance which is used to within the arteries بيوسع الشرايين في علاج المشاكل القلبية هو كان compound ال TNG اللي هو تراي ثلاثة substance which is used to prevent the freezing of water in car data التجمع بتاع المايه في بتاع العربيه ده كان الايثايلين جلايكول 4 ان الكحول يوزد از موسترايزر اوف سكن اند مانيفاكتشر اوف تكستايل سنس ترندرز ام سوفت اند فليكسيبل مين اللي كان بيستخدم كمرطب للجلد وكمان في صناعه الاقمشه طبعا ده كان الجليسرول 5 ا فولي هيدريك الديهيدك سبستانس فولي الديهيدك سبستانس يعني الديهيد عنده 6 كربون اتوم الديهيد عنده 6 كربون اتوم كان الجلوكوز هو ده اللي كان من الالديهيد an explosive substance and it's used in treatment of burns كان بيستخدم في علاج الحروق بيعالج الحروق وفي نفس الوقت متفجرات ده كان البيكريك اسيد سبعة a type of thermosetting cross linking the plastic which resists the heat ده طبعا كان الباك لايت هو اللي كان بيقاوم الحرارة وفي نفس الوقت كان بلاستيك قوي جدا تمانية a high viscosity substance which is used in manufacture of liquids used in a hydraulic brake هو كان البولي إيثيلين جلايكول مادة لزجة جدا جدا عندها فيسكوستي عالية تسعة بولي هيدريك substance which contains 6 carbon الكيتن اللي عنده 6 كربون ده كان الفراكتوز عشرة Aromatic compound in which the benzene ring is attached directly to one or more hydroxyl. ده طبعا الفينول بنزين ماسكه في هيدروكسيل. ده فينول على طول. Uh, نيجي بعد كده ل 11 بيقول لك بوليمر from فروم ذا كوندنسيشن بوليمرايزيشن ما بين الفينول وحاجه اسمها الفورمالديهايد ده كان الباك لايت 12 يو كان ديفرنشيت بين فينول اند بنزين اقدر افرق بين الفينول والبنزين باستخدام مين؟ سوديوم كربونيت لا اه 3 كلورايد طبعا اه لانه مع الفينول كان بيدي لون فايلت ومع البنزين مش هيتفاعل اصلا 13 يو كان ديفرنشيت بين بنزين اند كاتيكول اقدر افرق ما بين البنزين والكاتيكول ازاي؟ نفس الفكره بالظبط بنزين وكاتيكول زي البنزين والفينول هستخدم صوديوم كربونيت لا صوديوم ايرن فري كلورايد اه برومين ووتر اه بي إن سي ار كوريكت لان البرومين ووتر والآي فري كلورايد الاثنين كانوا بيعرفوا يفرقوا لحضرتك الفينولز عن اي حد تاني يعني الفينول او كاتيكول او بايروجالول عن اي كومباوند تاني انه كان بيتفاعل مع الفينولز ولا يتفاعل مع البنز بعد كده سؤال 14 بيقول لحضرتك هيدروجينيشن of compound produced from the reaction of phenol لما نعمل hydrogenation لكمباوند بيطلع من reduction of phenol طيب هو اولا الفينول لما اعمل له reduction يديني بنزين البنزين لما اعمل له hydrogenation يديني cyclic hexane يعني المعادلة النهائية في القصة دي يطلع cyclic hexane اللي هو بالمنظر ده طب السايكليك هيكسان ده بيكريك اسيد لا طب ده اليفاتيك كومباوند اه اليفاتيك كومباوند لان هو سايكليك وساتيوريتي يبقى ده اليفاتيك كومباوند عشان كده نختار اليفاتيك كومباوند 15 A and B are hydrocarbon derivative خلاص A و B اتنين hydrocarbon ايه derivative they share some chemical properties where A can be used as a fuel ينفع يستخدم ك وقود و B بيخش في صناعة البلاستيكس اللي كان بيخش في صناعة البلاستيكس هو الفينالز فبالتالي لازم اختار الإجابة دي لأن B لازم يبقى فينال 16 thermosetting polymer R اللي هي الباكلايت يعني cross linked chain polymer hard enough and cannot be remelted by heating صعب سياحه كروس linking reduces the mobility of the polymer chain and thus render them brittle والله كل الاجابات الاتيه صح مليون في الميه thermosetting كروس linking بوليمر اللي هي بوليمرز ماسكه في بعضها عامله زي الشبك كده فبالتالي بتكون قويه جدا صعب جدا سياحه فبالتالي الاجابه دي هي اصح اجابه وعلى فكره مش عليكم الشكل بتاع الكروس linked بوليمر ولكن ده التفسير بتاعه او الشرح بتاعه يعني 17 نيتريشن of فينول with نيتريك acid at تسعة 29... وعشرين uh, at give ايه طبعا الفينول مع النيتريك أسيد لازم يديك 246 فينول اللي هو أسد أصلا فبالتالي الإجابة دي هي أصح اجابة لسؤال سبعة عشر تمنتاشر فينول الصالب الانوتر بيكوز الفينول بيذوب في الميه نتيجة أويك هيدروجين بوند بين الفينول ووتر فعلا الفينول بيعمل هيدروجين بوند بس هيدروجين بوند ضعيفة جدا مع الماية فيبقى بيدوب في الماية لما طبعا درجة الحرارة بتعلى شوية ريأكشن أوف بنزين مع الـ NAOH يديك ايه؟ طبعا لو سعادتك جبت كلورو بنزين أهو مع الـ NAOH طبعا دي رياكشن مشهورة جدا 300 درجة حرارة و 300 أتموسفيريك بريشر هي دي اللي عندنا في المنهج كانت تدينا الـ NACL ومعاها الفينول وبناء عليه دي كانت تطلع لك في النهاية فينول عشرين which of the following compound cannot be nitrated directly مين في دول ما ينفعش اعمله نيتريشن مباشرة طيب تولوين لا بعمله نيتريشن فينال بعمله نيتريشن بنزويك اسيد بعمله نيتريشن اسيتيك اسيد يمكن هو الوحيد لما ما شفنالوش نيتريشن انما الباقيين كلهم هتشوف لهم نيتريشن دايركتلي بيحصل لهم نيتريشن عادي جدا بدون اي مشاكل وبالتالي الاجابه سي هي الوحيده اللي مش تنفع تعملها نيتروشن دايركت لان مش عليكم في المنهج نيتريشن للأستيك اسيد مباشره وهنشوف ده كمان باوضح من كده كمان في درس الاسيدز أه واحد 21 بيقول لك وات از ذا نمبر اوف of اوف نيتروفينول بالمنظر ده طيب دلوقتي انا لو عندي فينول اهو خلاص وعايز احط له نيترو والله انا ممكن مره احط النيترو هنا وممكن مره احط النيترو هنا وممكن مرة أحط النيترو هنا. فكل مرة من دول الكومباوند هيبقى ليه اسم جديد وكلهم بنفس الموليكيولر فورملا وبالتالي لازم هتكون هتلاقي للكومباوند ده 3 ايزوميرز فقط لا غير. إنك يعني مش هتعرف تحرك النيترو مرة أخرى. وعلى فكرة ال 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 البنزين عشان بس الناس اللي مستغربة على المنظر ده هو ده برده 6 h 4 ohno 2 ما هو ال البنزين لوحدها كانت 6 h 6 شلنا اتش وحطينا او اتش وشلنا اتش وحطينا نيترو فلسه بس 6 اتش 4 فيها او OH اتش وفيها نيترو فهم دول الثلاث اشكال اللي ممكن يحققوا النايترو بنز اه نايترو فينول اسف 22 فينول از ايه سترونج اسيد لا طبعا ويك اسيد اه لكن هو مش سترونج اسيد خالص خالص نهائيا يعني 23 ويتش اوف ذا فولوينج دي سولف ان ووتر فورمينج بي اتش لس ذان 7 بيدوب في الميه يدينا بي اتش اقل من 7 لازم يبقى اسيد طيب مين في دول يدوب في الميه يديني pH اتش اقل من 7 الوحيد الفينول هو اللي بيدوب في الميه ويدينا pH اتش اقل من 7 يبقى اسيدك اصلا ومحدش يقول لي ده مش فينول لا ده فينول ده عباره عن بنزين على نص او اتش هو عن سي 6 اتش 5 او اتش فعلا وده فين والفينول بيدوب في الميه بس لما يتسخن شويه وعلى فكره بي هو عنده اسيدك بروبرتيز فعشان كده البي اتش بتاعته اقل من 7 فعلا طيب نيجي بعد كده لسؤال 24 يقول لحضرتك: "What is the IOPAC name for the opposite figure?" الأوبوزيت كومباوند يا شباب اللي هو ده معلش، ده عبارة عن فينول عنده بي آر في كربون دي والكربون دي والكربون دي، عنده 3 بي آر يعني، طيب هنسميه إزاي؟ أولًا إحنا هنرقم من عند الدايركتنج جروب اللي هي العلامة المميزة لهذا الكومباوند وهي رقم واحد، فلو قلنا مثلًا 2، 3، 4، 5، 6 فسعادتك مثلا تسميه 2 و 4 و تراي برومو فينول 2 و فينول اللي هي الإجابة سي. واحد يقول مثلا طب ما نسميه 1 هيدروكسي هو أصلا متعارف عليه بفينول على طول يعني الأيوباك نيم بتاع على أنا أعرف ده فينول فيعني من غير البي آرات ده نقول عليه فينول على طول وبناء عليه بيسموه 246 4 و 6 زي 2 4 و 6 تراي برومو تراي أه نيجي بعد كده ل 25 بيقول لك ذا كومباوند سي اتش 3 سي اتش او ده اسمه ايه طبعا السي اتش 3 سي اتش او ده خدناه قبل كده اكتر من مره اسمه الاسيتالديهايد او بيرايل إيسانيل الاثنين صح فبالتالي تختار الاجابه ايه 26 باكلايت از اوبتيند فروم فينو باي رياكشن وذ مين مع الفورمال ديهايد اللي هي الاجابه دي ده اسمه فورمال ديهايد والنبي ما تنسوهوش فورم ال طيب بعدين بيقول لك 27 the suitable reagent to differentiate ما بين الجلوكوز والفركتوز خلي بالك الجلوكوز والفركتوز واحد من حالة الكيتون واحد من دي الالديهايد لو تفتكر بقى في تشابتر 1 زمان قوي في الجزء بتاع الترانزيشن اليمنت خدنا حاجه اسمها الفيلينج سوليوشن والفيلينج سوليوشن ده كان بيقدر يورينا اللي عندنا ده جلوكوز ولا لا فكان بيتحول لون الاورنج للبول الاورنج ساعتها لو تفتكر فالفعل الانسوليشن هو اللي فرق بين الجلوكوز والفركتوز السؤال ده ميكس من شابتر 1 وشابتر 5 من الاسئله حلوه جدا على فكره 28 فينول دونت رياكت ويز وان اوف ذا فولوينج فينول ما بيتفاعلش مع حاجه من الحاجات الاتيه هو بيتفاعل مع الالكليماتل اللي هم الصوديوم بوتاسيوم الصوديوم هيدروكسيد اه ما بيتفاعلش مع الصوديوم هيدروكسيد لا بيتفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد ما بيتفاعلش مع الصوديوم هيدروكسايد هيدروكسيد ما هو زي الصوديوم هيدروكسيد صوديوم بايكربونات اه ما شفناهوش بقى بيتفاعل مع البايكربونات الباي بصراحه فعشان كده الإجابة دي ما تنفعش. 29 ايثيلين رياكت اه, ويز باير رياجنت تو جيف الإيثايلين بيتفاعل مع الرياكشن بتاعت باير عشان يدينا مين؟ يدينا طبعا ايثيلين جلايكول. اه, 30 الفراكشن ديستريشن من الكولتر بيطلع إيه؟ والله الكولتر ممكن يطلع فينول وممكن يطلع بنزين بناء على درجة الحرارة اللي معمول له الفراكشن ديستريشن فيها فعشان كده فينول وبنزين هي الإجابة الصح 31 reaction of phenol with formaldehyde in acidic or alkaline medium is called a بيسموها condensation polymerization 32 ethyl chloride can be obtained from ethanol in the presence of mean طبعا الايثايل كلوريد بيجي من الايثانول عن طريق الزنك 2 كلوريد as a catalyst آه كنا بنجيب الايثايل كلوريد من الايثانول ادي الايثانول نحط عليه hcl لو تفتكر في وجود الزنك تو كلورايد از اتش مع الاو تطلع مي والسي ال مكانها فيديك سي 2 اتش 5 سي ال وبناء عليه الاجابه ايه هي اصح اجابه ان هو في وجود الزنك تو من احلى بقى الاسئله عايزك تركز معايا في سؤال 33 بيقول لك ايه بقى السؤال ده بيتكلم على اللي هي اخر جدول انا شرحته لحضراتكم في حصه الفينالز اللي كان بيقارن بين السيتي تبقى لك على تبقى فينال وركز معايا معلش في اللي هيتقال كويس جدا بيقول لك ايرن 3 كلورايد لون الاف اي سي ال 3 قالت تو هيدروكسايل كومباوند تو هيدروكسايل تو كومباوند فيهم او اتش اي و بي ا فايلوت كلر از برودوسد ويز اي يبقى ده فينول على طول اللي بيطلع فايلوت كلر مع الاف اي سي ال 3 هو الفينول يبقى كده وش ايه هو فينول خلاص وبعدين يقول لك الهيدروكسايل كومباوند الثاني ما هو مفيش غير الكحول ما هو ده الوحيد الهيدروكسايل كومباوند الثاني يبقى كده A فينول وبي الكحول بيقول لك كمان نو تشينج هابن ويز B ما هو بي فعلا هو الكحول ما يتفاعلش اصلا مع الاف اي سي ال 3 which is the following uh, represents the bond energy صح بيقول لك البوند ما بين الاو والاتش ان اي اللي هو في الفينول يعني is more ما بين الاو H ان B لا طبعا هي البوند ما بين الاو H في الكحول اقوى من البوند ما بين الاو H في الفينول وعشان كده في سؤال 33 نختار الاجابه B هي اصح اجابه وده الجدول اللي قلت لحضرتكوا بيسأل عليه كل سنه عاده 34 بيقول A is an organic compound B the inorganic compound on adding compound C to compound A violet color formed لا ثانية واحدة بقى A ده organic compound حطينا عليه compound C طلع لنا violet color ال violet color الوحيد اللي كان بيطلع في الاورجانيك كان بيطلع مع الفينل فعشان كده A ده phenyl حطينا عليه كومباوند سي ده اللي هو الاف اي سي ال 3 وركز بقى في الحته الجايه دي طيب بيقول لك وايل ادين كومباوند سي خلاص تو ذا كومباوند بي اللي هو كان ان اورجانيك ريدج براون بيرسبتيتر فورمد لو تفتكر بقى reddish براون perceptate اللي كان بيتكون كان بيتكون بال اف اي او اتش اول 3 فعشان البي ده يكون وايت perceptate لازم يكون كومباوند بي ده هو ال ان اي او اتش اللي هو ريدج براون بيرسبتيت اسف شويه فالان اي كان يتفاعل مع الراجل ده يطلع ليزر بريس فكرك بالرياكشن دي كانت اف اي سي ال 3 تحط عليها الان اي الجميل اللذيذ الظريف ساعتها يطلع ان اي سي ال ويديك اف اي او اتش اول 3 براون فعلا ودي كانت الاجابه فعلا للاسف ال الايكويشن ال اللي كانت موجوده في تشابتر 2 في الحته بتاعت الكاتاينز والالوان والبرستيتس هنرجع الكلام ده كله ان شاء الله في المراجعات النهائيه اللي بعد العيد على طول باذن الله. طيب تعالى بقى نشوف اصح اجابه ايه؟ ايه ده اسيدك سولت؟ لا الفينول مش سولت طبعا. طب ايه از إيه إيه بيزك كومباوند؟ لا برده ما ينفعناش بس عشان نكون متفقين ايه وبي ما ينفعوش احنا اتفقنا ان ايه فينول على طول. ايه اسيدك كومباوند؟ اه بي الكالين كومباوند مستحيل مليون في الميه هي دي الاجابه الصح. ليه بقى؟ لان الفينول فعلا اسيدك كومباوند والـ NaOH ده Alkaline كومباوند اللي هو بيز يعني فبالتالي الاجابه سي هي اصح اجابه 35 on hydrolysis of benzene halide اللي هو كلوروبنزين مثلا اعمل له hydrolysis بقى الكالاين ميديا احط عليه ان اتش then nitration to the product وبالراحه بقى عليا بيقول لك لو انا عندي بنزين هالايد زي الكلوروبنزين مثلا هعمله Alkaline Hydrolysis في البيزك ميديم او الكلاين ميديم هو ال NaOH فطبعا ده كان يديك NaCl زائد فينول خلاص يقولك هنعمل نيتريشن بقى للبرودكت يعني هنعمل نيتريشن للفينول فطبعا الفينول لما كنت بتعمل له مع 3 مولز من النيتريك اسيد فكان يديك التراي نيترو ما تنساش الحته دي بتاعت الفيكريك اسيد مهمه جدا 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 و3 ميه خلاص فيقولك لك الكومباوند هيطلع ده بقى the فورمينج ار فورمد اكسبت هيطلع نيترو بنزين لا هو مش هيطلع نيترو بنزين هو يطلع نايترو فينول انما مش نيترو بنزين طب بولي نيترو اسيديك كومباوند اه بولي نايترو فيه كذا نيترو هو اسيديك فعلا لان الفينول أسيدي اكسبلوسيف اه ديسانفكتنت مطهر اه لان البيكريك اسيد كان في علاج الحروق فبالتالي كلهم صح ما عدا ايه هي الوحيده اللي ما تنفعش 36 بيقول لحضرتك A ام بي are hydrocarbon derivative خلاص والسؤال ده شوفنا زيه قبل كده زي شير شام كيميكال بروبرتيز وير اي كان بي يوزد as ا فيول وبي بيخش في صناعه البلاستكس الوحيد اللي كان بيخش في الديريفيتيف في صناعه البلاستيك هو الفينول وعشان كده اختار الاجابه دي هي الكحولز اند فينولز وبناء عليه الاجابه دي هي اصح اجابه لان الوحيد دي هو اللي كان اه الفينول بيخش في صناعه البلاستكس والكحول اللي كان بيصنع از اه اه وقود بعدين بقى بعض اسئله الترو الفولس بيقولوا حضرتك مثلا ايثيلين جلايكول از ان طبعا صح

بنصور بيشن السلام للجلسترول اكيد مليون في الميه هو مرطب للجلد ويحافظ على الجلد والنضاره بتاعته جلسترول is not preferred in textile because it makes them not flexible لا بيخليهم flexible فالاجابه فولس تي ان جي is double edged weapon ال ان جي يعتبر سلاح ذو حدين اجابه صح وبيسلك كمتفجرات وفي نفس الوقت بيعالج كمان الامراض القلبيه فيعتبر في دواء وفي نفس الوقت مفجر يعني وبقيت إيه بقى الترو الفولس عندك كمان آآ آآ how to obtain فينل فروم بنزين اند فايس فيرسا والعكس آآ والله آآ الفينول من البنزين عشان اجيب فينول بنزين الاول اجيب بنزين واعملها رياكشن مع الكلورين فتديني كلورو بنزين و وبعدين اخد الكلورو بنزين مع ال ان ففعلا يديني فينول ومعايا ان اي اللي هي كانت 300 دي بدايه ان البنزين اخليه يديني فينول طب احنا عايزين العكس بقى العكس سهلة جدا الفينول اخليه يديني بنزين من اكشن مع الزنك يديك بنزين على طول فاش هزار مع الزنك تو اوكسايد وشويه تسخين ودي خدناها قبل كده في درس البنزين بيكريك اسيد فروم كلوروبنزين كلوروبنزين هي الفينول والفينول عمل له نايتريشن اكسبلوسيف فروم جليسترول اللي هي reactional تراي نايترو وبكده نكون خلصنا assignment 10 كمان أه وبكده بقى لكم في زميتي اساينمنت 11 و12 ينزلوا بكره ان شاء الله باذن الله تعالى واتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو لو في اي سؤال مش عارفه تقدر تسال فيه ولو في اي حاجه مش فاهمه لو سمحت اسال فيها ان شاء الله فتره المراجعات تبقى فتره سعيده على حضراتكم وتلم لكم اكبر قدر ممكن من المنهج بتمنى لكم كل التوفيق واجازه سعيده ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين السلام عليكم